التواصل يستمر أيها الإخوة المتابعون في كل مكان. هذه انطلاقة أول أشواط اللقاية القعدان. بسم الله وعلى بركة الله تتم هذه الانطلاقة بتوفيق من الله وبالجهود المبذولة كذلك من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن ورجالها. نبدأ مع هذا الشوط الأول الرئيسي الذي يضم في أكنافه 45 اسما تشارك في هذا الشوط الأول لهذا السن لسن اللقاية. نبدأ مشاهدينا الأفاضل مع مقدمة هذا الشوط ومن يحتل الصدارة ويتقدم هذه الأسماء. عز الجيش لحمد بن ناصر بن هادي بن هدوان يتقدم مع عز الجيش مع المركز الأول. نتابع المركز الثاني الوذنة لخليفة بن كاد، خليفة بن كايد بن محمد المهندي يتقدم مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات، من يتقدم على المركز الثالث؟ كرار محمد بن سعيد بن سالم بن لزيوح يتقدم من المركز الثالث مباشرة إلى المركز الرابع. ناخذ المركز الرابع في هذه اللحظة. هنا مشاهدينا الكرام المركز الرابع يتقدم هنا مشاهدينا الأفاضل سرهاب لسعيد بن عبد الهادي الشهواني يقدم لنا سرهاب على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس ناخذ خامس المراكز. من يتقدم محجوب عنا رغمه، سنوافيكم بإذن الله تعالى، ولكن يصل ويتقدم في هذه اللحظات. اللي يصل هنا المهندس محمد بن حمد بن عتيق البريدي على المركز الخامس. هذه نتيجتنا. نعود لبن هدوان، نتقدم مع بن هدوان بهذا التقدم الملحوظ وهذا التقدم الممتاز. هذا هو بن هدوان مع الصدارة مع مقدمة هذا الشوط. عز الجيش، عز الجيش حمد بن ناصر ابن هادي بن هدوان يتقدم هذه الأسماء مع عز الجيش بينما يصلنا على المركز الثاني اللي قلنا انه يحتل المركز الرابع. هو يتقدم الى المركز الثاني. كرار محمد بن سعيد بن سالم بن لزيوح يتقدم مع كرار على مستوى المركز الثاني وسلالة عريقة. يلا يلا يا بن لزيوح ناخذ المركز الثالث اللي يتقدم على ثالث المراكز. هنا يصل هنا مهيض تعود ملكيته محمد بن صباح بن سيف النعيمي يتقدم على مستوى المركز الثالث، ولكن شوف الدخول، شوف التسلل، شوف الدخول القوي في هذه اللحظات من شعار بن ديلة يتقدم في هذه اللحظة مع همام هادي بن راشد بن هادي بن علي بن مقارح أو هادي بن راشد بن هادي بن علي آل قرحمن يتقدم على مستوى المركز الثالث من واقع الشعار. هذا شعار محمد بن علي بن ديلة، ولكن حسب ما هو مدون عندنا في الكشف سنذيعه كما كان. نتابع المركز الرابع، الرابع الرابع قلنا لكم اللي يحتل المركز الرابع مهيض محمد بن صباح بن سيف النعيمي، وعلى المركز الخامس من الجانب الأيمن يتقدم على خامس المراكز ويتسلل في هذه اللحظات سرهاب سعيد بن عبد الهادي الشهواني يتقدم على مستوى المركز الخامس. هذه نتيجتنا. يلا يا متأخرين، يا من يريد الناموس يلحق بنا هناك قدام، قدام الناموس قدام، والإذاعة قدام، والجائزة الطيبة قدام. يلا 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 يلا، التأخير ما منا خير، التأخير ما منا فايدة. يعني اللي يبي الناموس والجائزة الثمينة وكذلك أيضا التعليق وأيضا الإعلام يسلط على المركز الأول دائما وأبدا. يعني يا متأخرين حياكم الله، حياكم يا سلام. نعود مع بن هدوان، بن هدوان مع المركز الأول، ابن هدوان مع صدارة هذا الشوط، مع الصدارة مع الصدارة يا سلام، مع عز الجيش حمد بن ناصر بن هادي. ابن هدوان مع المركز الأول مع الصدارة يرقص وحيدا هنا مع مقدمة هذا الشوط. 2 كيلو تفصلنا عن خط النهاية بينما يصل على المركز الثاني ويتقدم كرار السلالة العريقة. معك يا بن لزيوح محمد بن سعيد بن سالم بن لزيوح يتقدم مع كرار على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والتقدم هنا من مهيض محمد بن صباح بن سيف آل ماجد النعيمي، والمركز الرابع يتقدم في هذه اللحظة ويتسلل
العابر لمنصور بن راشد بن محمد الودعاني يصل ويحتل المركز الرابع والمركز الخامس، الوصول والتقدم من الباز صالح بن مطر بن ضابط الدوسري. نعود وإياكم نعود بالصوت والصورة إلى مقدمة هذا الشوط. ابن هدوان روح، ابن هدوان يا ابن ناموس، ابن هدوان أبو ناصر، الله 1500 متر، وابن هدوان مرتاح في بداية هذا الشوط، مرتاح ومسكر الجهاز ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام يا سلام، ولكن يا ابن هدوان والله وراك اسم يخوف، اسم كرار، اسم كرار يصل هنا على مستوى المركز الثاني. ولكن بنعود مع ابن هدوان عز الجيش حمد بن ناصر بن هادي. ابن هدوان يا سلام يا سلام، يقترب من الكيلومتر الأخير في هذه الأثناء وفي هذه اللحظات، وينفرد انفراد عن بقية المراكز. يا سلام، والعصف الأبطان الكيل الأخير، يا متأخرين، يا من يبن ناموس الشوط الأول لهذا السن لسن اللقاية. ولكن كرار يتحرك، يا سلام بن لزيوح يقترب مع سلالة كرار، يقترب مع سلالة كرار. يا ابن هدوان يا ابو ناصر يا ابو ناصر، غير غير غير، سلالة كرار تريد التغيير، ولكن ابن هدوان لا زال مع عز الجيش، مع عز الجيش. ابن لزيوح من الجانب الايمن، ابن لزيوح من الجانب اليمين، ولكن ابن هدوان مع المركز الاول. الله يا ابو ناصر حمد بن ناصر بن هادي بن هدوان، ولكن ولكن سلالة كرار العريقة، والله وصلوكم وصلوك الجماعة يا ابن لزيوح، وصلوك الجماعة يا ابن لزيوح، حافظ يا ابن لزيوح، سق يا ابن لزيوح سق. يا سلام، وصلوا وصلوا هالطلايب، يصل يصل في هذه اللحظات. ابن قريع ابن قريع، نعم الامبراطور ناموس الشوط الاول الرئيسي للبكار مع هذا الشعار، وها هو ايضا يتسلل في هذه اللحظات، يتسلل في هذه اللحظة. يا سلام يا سلام، أيضا المستشار، شاهدنا المستشارة. ولكن شوف المركز الثاني، الثاني الثاني ولا الأول؟ المركز الأول معاك، معاك يا المستشار، مع المستشار، مع بن قريع. المركز الثاني، المحاولات من نسناس عبد الله الرومي، عبد الله الرومي على المركز الثاني. ولكن سلام يا بن قريع، سلام سلام، يرعى المستشارة ويرعى المستشار، سلامنا وتحياتنا لك يا بن قريع على فوز المستشار. سار بخطى المستشار في الشوط الأول، وها هو المستشار أيضا يحقق هذا الناموس ما شاء الله تبارك الرحمن. عبد الله بن علي بن حمد بن قريع المري، نهنيه المركز الثاني. يصل نسناس عبد الله بن سعيد بن محمد الرومي المركز الثالث، المركز الثالث الهواوي، المركز الثالث كرار محمد بن سعيد بن سالم بن لزيوح. أما المركز الرابع، المركز الرابع يصل المرزم الخجيم بن علي بن حمد العذبة. المركز الخامس، الوصول من الذيب سالم بن عامر بن حمود الحجري. هذه النتيجة مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل. المستشارة لنفس المالك ولنفس الشعار، وهي المستشارة هي من حققت ناموس الشوط الأول للبكار، بينما أتى المستشار أيضا لنفس المالك وبنفس الشعار يحقق لنا المستشار ناموس الشوط الأول للقعدان، ولكن يحطم التوقيت الزمني في هذا الشوط ويقطع المسافة 5 كيلومتر في زمن مقداره 7 دقائق 40 ثانية 32 جزءا من الثانية. هذا هو توقيت المستشار.